كمرتين بقى بس. انا عندي فكره. ايه؟ احنا نقفل الباب. شوف عليك شوف. زكي يا اخويا. ايه رايكم؟ 100 100. اختي. اوبا اختي اختي. يا عمري يا عمري شكليتا شكليتا انا وديانا شكليتا 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 انا وديانا شكليتا حطي الورد على الشكليتا حطي الورد على الشكليتا شكليتا 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 اهي عيون حلوة وعجباني اهي بكا تلسة وعجباني اهي عيون حلوة وعجباني اهي بكا تلسة وعجباني حبنا ربنا بس جيراني يا عم انت بتاكل شرايكوا في البيت بتاعي وانت مين انت يا واد انت شبه البورصه انت حبيبي ابن زريق وبعدين انت ايه لامك زريق بلا زريق بلا نيله وايه امك وامه دي امك على امه تبقى انا امك انتوا الاثنين يبقى اختي اختي عايز خيبوش او السيوخ الايدي جوي اللي دخل الحياه ده بقى ما يعديش من تحت ايده اه خلي بالك دي نجمه كبيره جدا في عالم المشاهير والشهره بس فيسبوك وتيك توك وانت بتعملها لايك اوعى تعملك بلوك مين قال لك انها هتعدي يا صاحبي؟ احنا اللي هنعدي بس لما ارسم لها الخطه اللي في دماغي ايه ده يا خابوش؟ انت بتعرف ترسم؟ انا كنت فاكرك حيامي بس بصراحه هات الشاي ده اتفضل يا استاذ فنان لا يا سامي يا سام بوش بيكاسو واو البت دي كبيرها تتكمر في الخون ونطلب اللي يقدرنا عليه شرنا فاتوه يا خيبوش ايه الخطه يا نهار اسود ما انا لسه قايل لك دلوقتي كبيرها نكمرها في الخون ولا عايزني احلق حياتي في وسط الحاره اقول ان احنا نضيعها حريقه خلاص يا مونياز ايه يا خيبوش الجو اللي بتعمله بتاع حسن حسني ده هتتشهي انت كده هتتشهي انت تحبسنا كده خلاص يا ام مصطفى خدش جوه ده ما خيبوش في ايه انا بس كنت عايز افهم يا صاحبي ايه هو الكلام كلام هنقول والسلام هنسمعه المهم دلوقتي يلا بينا نقوم على الخن عشان نحط الخطه العريضه الخطه العريضه بتقدم في المشاريع الصغيره انت يا خيبوش يا عم قوم قوم اخلص سؤال صغنن بس قبل ما نقوم سؤال ايديومي يعني ايه خن يا عم قوم يا عم خلاص خلاص يا خيبوش يا خيبوش في ايه انت بقى بنت امبابه والله يا شباب الله يخليك يا عم عربي انا عربي وافرنجي وانجليزي وكل حاجه بس بقى يا ابو ايه هتفضحنا انا خلاص مش قادره مش قادره هو انا كل ما ابص كده الاقي ثلاث اشكال ما لهمش علاقه خالص بحياتي الخاصه هو انت يا راجل انت مش قلت لك منين ما كنت موجوده في حته تخفى من وشي بقول لك ايه هو انا مش عامله لك حظر لسه ما جاتش 8 امشي بقول لك يا اختي العوم ما تنسيش بقى الكوتش اللي قلت لك عليه مقاس 41 يا جزمه يا خلف عره ما هو طبعا شبه ابوك مفيش فايده اطلع بره بره احنا غرفه داهيه برافو عليك يا روحي ماشي اخس بالمناسبه المناسبه السعيده دي ياما بقى اتبحي لنا الفرخه ياما الفرخه كبرت في السن حرام فتح عينين اختك بقى على كلام فاضي انا بتاعت اكل والكلام ده يا اما جعانه عايزه اتعشى يا قلب امك انت الوحيد اللي انا شايلها تحت المخده ربع ريزه كله انت ساكت حاضر يا ام حاضر تنسيش بقى ال 500 جنيه ها 500 ملوش جنيه بعد اذنك يا اختي بعد اذنك يا امي حقيقي انا ما عرفتش اربيكم والله العظيم حبيبتي ما تنسيش بقى ال ها افراح ايه يا يما ايه يا روح امك ايه يا حبيبتي يا جنيله حتى انت يا افراح حبيبتي يما اتكلي على الله يا افراح انت على طول كسبه امك ما انا امك يا بنت
هم كويسين. النبي يا اختي عشان حبوكي بيعملوا معاكي عشان بقى كانك متربيه معاهم طول عمرك. انت وحشتيني قوي يا امي. انا عايزه اتكلم معاكي كلام كتير قوي. اه يا ضنايا لو تعرفي انا كنت بفكر فيكي قد ايه يا خلاصي. بقول لك ايه يا بنت؟ ايه؟ انت دلوقتي تخشي تاخدي شمر. شاور. ايه؟ شاور. ما تدقيش. وتلبسي البيجامه بتاعت اختك وتيجي تنامي في حضني. يعني انت متاكد يا خيبوش من الاخبار اللي انت بتقولها لي دي؟ الا متاكد. عيب عليك يا صاحبي. بنت اختهم دي بنت راكبه المسرح. كل صورها ماليه الكباري. يعني بنت مقرشه وكمانها غالي. ما بلاش بلاش يا خيبوش. بلاش السكه دي عشان دي سكه ليوح ما بيجعش تاني يا زميل. جنب قلبك ياه. مش خفيف كده. انا عمري دبستك في حوار. كتير. خلاص يبقى تسمع كلامي. الحمد لله يا رب. في بنت حضنك حلو يا بنت حبيبه امك. سبحان الله. الظاهر ان انا علاج اني الاقي عيالي ولا ايه؟ او حياتك حاسه كده ان حاجه من عقلي وروحي اتردت لي. يا حبيبتي حلويتي انت عارفه انا كنت سايباكي عامله زي البتنجان السودا كده بس خرات البنات خرتك. طلع لك يا امي ربنا يخليكي لي يا رب. ما بعدناش عن بعض تاني. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. بلاش كده يا حبيبتي. سامحي يا ماما سامحي. مش عرفك اللي السبب ده كان ظروفه ايه؟ معلش. عندك حق يا امي. بعد اللي احنا شفناه ده مش مستاهله والله لا ندعي على حد ولا نحاسبن على حد. اه والله يا حبيبتي. قولي لي يا عمري يا قلبي انت ال 20 سنه اللي فاتوا دول عشتيهم ازاي وفين ومع مين؟ ايه اللي حصل؟ بصي يا حبيبتي بعد ما بابا مات الله يرحمه. ابوكي مات؟ اه يا حبيبتي مات. يلا في 60 ده هيخلي الشر وراح. هتبقي بتاعتي لوحدي. هو مات محصور على فلوسه الله يجازيه بقى. حسبي الله ونعم الوكيل اللي خدهم. يا بنتي فيكي ايه؟ ما قلت لك ما تدعيش على حد. الله انت مالك يا امي؟ الناس دي اذتنا. انت متضايقه ليه؟ لا عايزاكي تبقي حلوه. تبقي حلوه من جوه كده وتسامحي يا نعومي. الله عليك يا امي. يا رب الدعوه ما تجوش في حد. يا رب يا حبيبتي. يا حبيبه قلبي. وعملتي ايه بعد كده؟ عشتي ازاي؟ عمتي بقى هي اللي ربتني. انت عشت مع عمتك؟ ماتت. بس دي بتاعتي لوحدي يا روحي. ايوه يا حبيبتي. بصي بقى يا امي بعد ما ماتت ايوه بقيت تقريبا بعمل كل شهر حفله في بلد شكل. ما شاء الله. اه والله بتعيديني بتعيدي امجادي يا روحي. ما شاء الله. شفتي؟ ايوه كل ولادي فنانين. جنتي الوراثيه قويه قوي. اسمها جيناتي الوراثيه يا حبيبتي. اختي جينات من جنات. كله ماشي كله بيغني. ما شاء الله عليكي. وبتكسبي كويس؟ الحمد لله. بتقبضي بايه بقى؟ بانه عمله؟ والله حسب البلد اللي ببقى فيها. الصلاه على النبي. ما شاء الله عليكي يا بنت امبابه. الله اكبر. حبيبه قلبي ربنا يكرمك يا رب يحافظ عليكي. وما تنسيش امك. ها يبقى هاتي يا حبيبتي فلوسك اشيلها لك عشان ما حدش يضحك عليكي. حبيبتي سيبك بقى من الفلوس ومن كل الكلام ده. الدعوه اللي انت قلتيها دي بالدنيا وما فيها. يا روح قلبي ربنا يخليكي وافرح بيكي يا رب. يا نعم يا رب عقبال ما الاقي الباقيين بحق جاه النبي يا رب. يا رب يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي. سيق قصر حلو بنجر ياك. ما تقرصها زماره. هي بيال يا ابني ما تخلص. حاضر. شيش فشور ولا عسليه. هي الحاجات دي لازمتها ايه؟ اكيد بيلعبوا بيها. طب ما احنا كده ما بنعرفش نلعب. يبقى بلاش نلعبها. قلت لك من الاول بلاش بقى نعمل اي حاجه وخلاص. زمارة انت مش عاجبني كده ووشك اصفر. اعمل ايه بس عسليه؟ دلوقتي الناس متفقه معايا ان لازم نجيب 50 والسادات. وانا قلت ال 50 والسادات قالوا لي ان هم مسافرين. اعمل ايه انا دلوقتي واخد من الناس عربون؟ عربون؟ عربون ايه يا زمارة؟ في ايه يا عسليه؟ عربون ايه اللي خدته؟ ال 1000 جنيه. 1000 جنيه بتاعت ايه؟ ما احنا صرفناها سوا يا عسليه. انا صرفت حاجه؟ ايوه فاكر لما قلت لي انا عايز اكل جبنه حمراء؟ جبت لك جبنه حمراء. جبنه حمراء بألف جنيه؟ اه صحيح جبنه حمراء. ها اقل حاجه في الجبنه الحمراء ب 390 جنيه. قول 400 جنيه يا زماره. فين بقيت ال 1000 جنيه؟ مش قلت لي عايز زيتون كلاماله؟ زيتون كلاماله؟ زيتون كلاماله ده بكام؟ اقل زيتون كلاماله ب 190 جنيه. 190 جنيه و 300 800 جنيه. الباقي فين يا زماره؟ يعني كلهم حاف؟ مش جبت عيش طويل ابو سمسم الغالي الواحد بجنيه وجبت 40 رغيف يبقى ب 90 جنيه. 90 جنيه و 800 يبقى 1150. 1150 يبقى انا صرفت ال 1150. هات بقى 50 جنيه. صدق ظلمتك؟ يعني انت كده عايز 50؟
خد يا عم عشان ظلمتك 60 جنيه اخ ولا كل الاخوات. حبيبي يا عسليه، المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ اعتذر للناس؟ انا عندي حته دي مفكيره. تعال تسلم ايديك يا تونه يا قمر. مالك؟ مش عارفه اركب الترند. ترند ايه؟ صورتك وانت في سته ابتدائي. طب ما صورك في ابتدائي ماليه الالبوم اللي جوه في المكتبه. لا راح في الزلزال. مش انا قلت لك انك من ايام الزلزال؟ لا انت قلت لي ان انا السبب في الزلزال. يعني من ايام 92 برضه. يبقى عليك يا ابن سلمي. اسمعي. ايه؟ ضياع الالبوم ده علامه. اللهم صل على النبي. علامه على ايه؟ علامه على ان احنا لازم نشوف لك عيله جديده. ما تقولش سويرس، انا نفسي اروح مهرجان الجونه. هيمنعوكي في كمين السويس. تملي كده تحبطني يا ابن سلمي. اسمعي بقى، احنا بجد عايزين نعمل حدوته كده عشان الحوارات اللي عماله تحصل حوالينا دي لازم يبقى لنا نصيب فيها. حوارات ايه وحدوته ايه؟ العيله اللي انت منها لازم تبقى حد شبهك يليق عليكي. الام بالتحديد لازم تبقى شبهك. ما تقولش، اوعى تكون اللي في بالي. هو في غيرها؟ لا يا عمرو، انت عارف انا عيش العمر كله لقيتك ولا انش الوليه دي تطلع امي في اخر المسلسل. يا بنت ركزي بقى معايا، الحدوته كلها شويه ورق ونخلص. بس لازم حدوته تتصدق. سيما اسمعي، كان يا مكان ويا سعد يا اكرام، سنه 49 وهو احسن الاعوام. يا ما شاء الله عليك. كان في ست طيبه بترضع بنتها الصغيره في شقه صغيره في ميدان عابدين. بحب ميدان عابدين. الست دي قاعده في امان الله وبدات تسمع الشباب الوطنيين وهم بيملوا الشوارع. سعد سعد يحيى سعد. يحيى سعد طبعا، طول عمرها مكافحه. المهم الكونستابل الانجليزي لمحها فوق كتاف الشباب، سحب البندقيه وشد الاجسام. حرب كرموز عارفاه. ونشن عليها لمحته بنتها على كتفها ده، قالت له لا بنتي لا يا جدعان الكونستابل. هي وليا اوفر وتعملها. عملت كده، الطلقه جت في كتفها ده، جريوا بيها الشباب الوطنيين على الهوسبيتاليا. حلو. في وسط ده كله نسيوا مين؟ يا دي عايزه نبها جوني. مالك يا اخو؟ ابوس ايدك. ركزي بقى، نسيوا بنتها الصغيره اللي هو انت. انت بتتكلم جد؟ يا حبيبتي يا مامي. واحلى كوبايه شاي لمصر حتتنا. مالك شاي انت راجل ستك ليه؟ ضاع منك السكسفون في الميكروباص. ميكروباص ايه يا ولع؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت دماغك فكت منك؟ خلاص 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 خلاص، هونها تهون. مسير الهباب يبقى كباب. يا ولع اللي ايده في الميه. اللي ايده في الميه اهواجي، ولازم تفكوه عشان ربنا يفكها عليكوا. اقول لك ايه بس يا ولع؟ ايام زمان، ايام الحصابون الكبير، كان الكار بتاعنا مليان طلب وسلطنه. مش كانت الناس بتشتغل بالسماعات؟ سماعات يا مايسترو. دلوقتي زمن المهرجانات، يبقى نقول صاجات، والصاجات بتجيب جنيهات. اه تاخدوا زمانكم زمن غيركم، انت لازم تعملوا زي الناس ما اتطورت. طوروا نفسكم يا مايسترو. يعني عايزني اعمل ايه؟ البس قميص من الشجر وانزل البنطلون وامشي زي البطو سترو؟ لا انت تلبس قميص مشجره وتطلع القميص ويبقى برضو 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 كده. ضمنت لكم العلاج. تعالى جميله طيبه بفرحه النهارده، نصبح ومس عليكم من تنجيد سامح سكسك. احلى مسا واحلى تحيه ليكم. موعدنا الان مع نجوم المهرجانات السادات وفيفتي. هاي هلا سي ونفرح العروسة. يا ناس يا مبسوطة، سمعونا زغروتة. مسرع
احمد حمدي حاضر دي جي اوكي. خيبوش يا ابني في ايه؟ لبست امي. ما بقولك يا خيبوش ايه؟ الواد ده مش 50 والواد ده مش السادات. ايوه العيال دي مطيبين اصحابي انا عارفهم كويس، لكن دول بقى اوانطه في الشنطه. خيبوش ايه يعني الواد ده لا 50 ولا ده السادات؟ انت عارف العيال دي مين يا خيبوش؟ مين؟ الواد ده زمايه والواد ده العسليه. أيوة. ولاد البابا خيبوش. يا ولاد النصابه اصدق ده عسليه وزماره. طب والعمل ايه يا خيبوش؟ الليله لقيتهم والزفه زفتنا. العقد نصابه. ايوه نصابه. لا ده 50 ولا ده السادات. بقول لكم ايه، انتوا الكذابين، ده 50 وانا السادات. لا انت مش مركز، انا المفروض السادات وانت 50.